معنا عبر الهاتف الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة. بعد التحية لك دكتور، إذن استمرار الإشادات من قبل وسائل الإعلام الدولية بمخرجات قمة المناخ في مصر، كيف تنظر إلى هذه الإشادات وما حققه المؤتمر؟ بشكر حضرتك على الاستضافة. طبعا ده كان شيء نتمناه في الشهور السابقة، لو حضرتك تتخيل كل اللقاءات اللي تمت وكل التكهنات كنا كلنا بنقول إن شاء الله مصر هتنجح في تنظيم هذا المؤتمر، كانت كلها أمنيات مبنية طبعا على تاريخ سابق وعلى أيضا رؤيتنا للإعداد والاستعداد المهم جدا اللي بتقوم به مصر. فكلنا كنا بنأمل أن يكون هذه القمة تكون قمة ناجحة، لكن الحقيقة كنا برضو يعني زي أي واحد بيثق في كل قدراته، لكن بيبقى منتظر حتى حدوث الحدث نفسه ويشوف ايه اللي حصل. فالحقيقه يعني اللي حصل في شرم الشيخ فاق كل التوقعات. على مستوى التنظيم مصر حققت ارقام قياسيه غير عاديه، اولا على مستوى الحضور، عدد المشاركين هو اعلى نسبه مشاركه في تاريخ القمه. في يوم واحد بس سجل حوالي 27,000 زائر في يوم واحد. ايوه. يعني 27,000 واحد دخلوا القاعات. الاجمالي تعدى ال 40,000 او ال 41,000 اللي شاركوا في المؤتمر، وده رقم طبعا يفوق كل القمم اللي قبل كده. كمان مش بس الاعداد، لانه الاعداد ما تجيش اكثر من ان الناس كانت عايزه تحضر، لكن كمان التسهيلات اللي تمت يعني تفعيلها على ارض الواقع خلت الناس تحس بقد ايه مصر كانت بتحضر المجهود الكبير. يعني شرم الشيخ تحولت الى العروس، يعني الناس اللي في شرم الشيخ بيتكلموا على انه ما حدث بالنسبه لهم يعتبر منحه كبيره جدا منهم ان بلدهم بقت بهذا الشكل. طبعا انا بتمنى ان تكون كل بلادنا في مصر بهذا الشكل كمان، لكن المجهود كان غير عادي. بالاضافه لكده بقى المساحه اللي اتعمل فيها الانشطه الجانبيه للتفاوض، أيوة، كانت مساحه غير عاديه. يعني اللي كان معروف ان المساحه كانت المفروض تكون ب 10,500 متر بالكثير اللي يتم فيها تنظيم الاحداث، احنا وصلنا ل 31,000 متر لانشطه واحداث جانبيه، 31,000 متر مربع. دي يعني ثلاث اضعاف المساحه اللي كانت مطلوبه من مصر عشان تنظيم المؤتمر. كمان الاكثر من كده انه النتائج بقى اللي طلع بيها المؤتمر، احنا كنا ممكن نعمل ده كله وبعدين في الاخر نقول بس يعني يمكن اهم هذه النتائج التوافق على انشاء صندوق الخسائر والاضرار في هذه القمه وهذه الاجتماعات الماراثونيه الاخيره التي ادت الى انشاء هذا الصندوق، وده طبعا برضو بيؤكد الدور والثقل المصري في الوصول لهذا الحل. يعني طبعا اولا موضوع الاضرار والخسائر بس لازم نرجع خطوه لورا، هو اساسا كان غير وارد انه يتحط على اجنده جدول الاعمال. يعني جدول الاعمال كان باستمرار، وكان من الصعوبه جدا ان اي دوله تستطيع او اي طرف يستطيع ان يغير من جدول الاعمال ويضيف عليه بند سيادي. فالتحضير الجيد اللي عملته مصر اولا انها نجحت في اليوم الاول انها تضيف هذا البند على جدول الاعمال، وبعدين كان الامل كله انه لا يوضع بس مجرد قرار يكون يعني في شكل من الدعم المعنوي لهذه القضية، فكان الإصرار على أنه يخرج القرار أو تخرج القمة بقرار يكون قرار تنفيذي فعلا يعبر عن عنوان القمة. القمة كان اسمها قمة التنفيذ، مصر عطت لها هذا العنوان عشان تقول لكل الناس أنهم يستعدوا أنهم يأتوا لاتخاذ قرارات تنفيذية. فكان طبعا في اللحظات الاخيره وزي ما حضرتك وصفتها اللحظات الماراثونيه اللي امتدت، يعني الجلسه الاخيره امتدت الى صباح اليوم اللي بعده. هنا الساعه 9:30 صباحا يوم الاحد، وهي بدات من يوم السبت مساء. فده كان كله طبعا نتيجه جهد دبلوماسي ويعني عمل دبلوماسي رفيع على مستوى القياده السياسيه، وايضا من فريق العمل الرئاسي اللي كان بيعمل بشكل بصراحه يعني يعني غير مسبوق، ووصلوا بهذه النتيجه. وعشان كده نشوف بقى مش بس اللي كتبته الصحف اللي حضرتك ذكرتها، لكن
الحقيقة في لا احنا ذكرنا أمثلة فقط يعني لم نذكر كل شيء. لأنه الدول والمجموعات المختلفة لما أخذت الكلمة في نهاية في الجلسة الأخيرة اللي بنتكلم عليها اللي امتدت طول الليل تشوف الكلمات المؤثرة اللي الناس قالتها اللي كانت بتتكلم فيها على ازاي ان مصر قادت هذه القمة بنجاح باهر وان هم طبعا هتبقى نقطة تحول. يكفي انه هيرتبط اسم شرم الشيخ، خلاص اسم شرم الشيخ اصبحت تاريخ في قمم المناخ، اسمها مرتبط جدا باهم حدث وهو انشاء صندوق الخسائر والاضرار، اسمها مربوط بخطه تنفيذ شرم الشيخ. دول الاثنين لوحدهم هيفضلوا علامه مؤثره. هنروح بقى الامارات واحنا بنتكلم على نفس الموضوع، هنروح لبعد الامارات لاوروبا وبعديها هنروح للبرازيل، كل ده هيبقى باستمرار بيتابع على الخطوات اللي حطتها مصر وارستها بقوه في شرم الشيخ، وده هيبقى نجاح كبير. لكن يهمني بقى بصراحه رغم ان احنا كده على الهواء، يهمني بقى ان كل واحد في مصر يحس بهذا الانجاز ويحس ان هو ليه دور عشان ومسؤول عن كل ما عالمه من معلومات وعرفه من بيانات وعرفه من قضيه تغير المناخ. كل واحد فينا عنده دور لازم يلعبه في بيته وفي مكان عمله وفي كل جزء من اجزاء مصر. كل واحد فينا لازم يكون عارف ان هو جزء من هذا القرار وجزء من هذا النجاح وجزء ايضا من متابعه وتنفيذ كل ما خرج ما له علاقه بتغير المناخ. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة.